بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بيكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقة جديدة هنتكلم فيها عن النادي الاهلي، هنرد فيها وبكل قوة كالعادة عن كل الاكاذيب والشائعات المغرضة ضد النادي الاهلي. لكن في البداية ما تنساش افضل حاجة بنبدأ بيها فيديوهاتنا الصلاة على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نخش على طول على اول فقرة معانا. سبحانك يا رب. النادي الاهلي في فترة عبد الله السعيد، لما كان النادي الأهلي عبد الله بيطلب طلبات مبالغ فيها جدا، والنادي الأهلي كان بيتكلم يا جماعة عبد الله السعيد يعني وصل لمرحلة من السن، الناس لما سنها بيكبر بعد الـ30 والـ32 والكلام ده كله، المفترض إنه الراتب بتاعه ينزل يقل. أنا بجدد معاك، تلعب كويس لكن مجهودك البدني بدأ ينزل، مستواك هيبدأ ينزل. فكون ان انا جدد معاك 3 سنين وانت عندك 32 سنة او 33 سنة عشان تبقى في نهايتك 36 سنة، يعني بص ايدك وش وظهر. فلما اجي احدد لك سقف رواتب عندي واقول لك انا مش هتخطى ده، تحترم ده. لكن طلع الاعلام وقتها، لان ده الاهلي، هجوم داري على النادي الاهلي، وازاي عبد الله السعيد يتقال له سقف رواتب، وازاي عبد الله السعيد ده احسن لاعب في مصر، ده اللي ما جبتوش ولاده، ده اللي. النهارده بيتكرر الامر مع طارق حامد لاعب نادي الزمالك، واللي انا بقول لك اهلاوي اهو يبالغ بشكل رهيب في طلباته الماليه مع نادي الزمالك. ولكن سبحان الله، الجماعة الإعلاميين المطبلطية اللي كانوا بيشتغلوا على النادي الأهلي ويقول لك إزاي الأهلي ما يديش عبد الله السعيد عينيه الاثنين عشان خاطر يرضي عبد الله السعيد، ونسلم عبد الله السعيد مفتاح النادي ويعمل فيه اللي هو عايزه، اللي كانوا بيهاجموا إدارة الأهلي وقتها، النهارده بيدافعوا عن إدارة الزمالك في مفاوضاتها مع طارق حامد، وبيهاجموا طارق حامد إنه بيطلب مبالغ رهيبة من نادي الزمالك. هو ده الإعلام الجميل بتاعنا. الحاجة اللي بتبقى ضد مصلحة النادي الأهلي بيهاجموا فيها النادي الأهلي ويهاجموا فيها إدارة النادي الأهلي، الحاجة اللي ضد مصلحة نادي الزمالك بيهاجم فيها اللاعب. نفس الكلام اللي حصل أيام رمضان صبحي. رمضان صبحي طلع مدحت شلبي ومن على شاكلة مدحت شلبي، قال لك ده الاحتراف يا جماعة، الاحتراف عايز 5 قروش معاك ادي، مش معاك خلاص سيب الولد، ده الاحتراف. لكن لما تيجي الناحية التانية عند نادي الزمالك، لعيب صغير في السن بيطلب مبلغ كبير، يقول لك ازاي تطلب مبلغ زي ده، نسيت الزمالك اللي عملك، نسيت مش عارف ايه، فين الانتماء، فين الاهواء، فين مش عارف. الكلام بيتعكس 180 درجة. فربنا يهدي. عايز اقول لك الزمالك، ناس اللي عمالة تهري بقى وتقول لك ايه الصفقات، والزمالك هيجيب مش عارف رمضان، لا ده الزمالك هيجيب عبد الله واتكل على الله، لا ده الزمالك هيجيب صفقات، بصوا صفقات الصفقات، والزمالك هيجيب محمد علي بن رمضان، والزمالك هيجيب جون ايبوكا، وهيجيب وهيجيب وهيجيب. انا عايز اقول لك ان الزمالك مش لاقي فلوس يدفع للعيبه اللي عنده اساسا. كل ما يثار في الميديا او في الاعلام او في السوشيال ميديا، كل ما يثار ما هو الا بالونات تهدئه بيهدوا الناس، لان الزمالك اساسا معهوش فلوس يدفع المديونيات اللي عليه، لا داخليا ولا خارجيا. عايز اقولك ان الزمالك اللي الناس عمالة تطبله في الاعلام ولادارته في الاعلام، وفي نفس الوقت هم يعلموا علم اليقين كم القضايا والمشاكل اللي عنده، الزمالك مش قادر يدفع مستحقات لاعب الصالات، مستحقات لاعب الصلاة، مش هقول لك بتوع كرة القدم، لاعب الصلاة. ومع هذا البعض بيتكلم ويمني النفس ان الزمالك هيعمل صفقات بقى، صفقة الموسم وصفقة القرن وصفقة قرن القرن وحاجات كده هلوم جرة. يعني عايز اقول لك ان الاستاذ امير مرتضى، الناس بتسأله ايه يا استاذ امير، يا باشمهندس الصفقات الحلوة بقى والحاجات والمحتاجات والشطة والحاجات دي، ايه الدنيا؟ قال لك بصوا يا جماعة، احنا مش هنعلن عن اي حاجة خالص، ولا هنتكلم عن اي حاجة خالص، لا في قضايا مرفوعة على الزمالك، ولا في قضايا الفيفا، ولا ايقاف القيد، ولا خصم نقاط، ولا اي حاجة
إلا بعد يوم 21/6. الله 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 الله، إيه ده؟ 21/6؟ أيوه. ليه 21/6 عزيزي المشاهد؟ لأن الزمالك رابط نفسه بمصير السيد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وهنا الكرسي بيحكم. يوم 21/6 يوم صدور الحكم النهائي في طعن السيد مرتضى منصور ضد قرار حبسه من الكابتن محمود الخطيب والمحكمة الاقتصادية بسبب سب وقصف الكابتن محمود الخطيب. ف 21/6 مش بعيد. احنا النهارده كام؟ 13 15، فاضل 6 ايام. فكل شغله الشاغل الآن هو كيفية الخروج من مأزق الحكم الصادر ضده بحبسه سنة وسنة سنتين في قضيتين. فمحدش يسأل الراجل بقى على قضايا ولا ملفات ولا صفقات. لما نخلص بقى من موضوع 21/6 ده وتضغطوا بقى على الكابتن محمود الخطيب عشان يتنازل ويقبل بالصلح، يا إما مفيش صفقات بقى وغرقوا وشربوا من البحر. دايما دايما اخواتنا واهلنا في الصعيد، الصعيد دي حاجه كبيره قوي، لكن العيب كل العيب لما صفحه رسميه لنادي سوهاج تطلع تقول ان الاعلام الرياضي بيهاجم جمال علام عشان هو صعيدي. يا جماعة رئيسنا السابق او الاسبق جمال عبد الناصر كان ايه؟ صعيدي، كان صعيدي ومن جنة مصر، تلت ارباع في الاصل ايه؟ صعيدي. لو مش صعيدي هتلاقيه مناسب صعيدة. فما تجيش النهاردة مع احترام الكامل، مع احترام الكامل للاستاذ جمال علام، هو فشل في موضوع. خلاص مش معنى ان هو فاشل يبقى الصعيدة كلهم فاشلين، لا طبعا. صعيدة في منهم الدكاترة والمهندسين والعلماء واللي 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 ماسكين مناصب قيادية، ده مش معناه ان الصعيدي فاشل. ولا حد يقدر يتكلم ربع كلمة على اي صعيدي، محدش يقدر، لان لو هنرجع لسلالتنا من الاساس هتلاقي اغلبتنا داخلين في بعض صعيدة. فما تجيش النهاردة بعد اذن حضرتك تدخلها صعيدة وفلاحين ومش عارف ايه، لا، بعد اذنك، بعد اذنك. الصعيدي شخص محترم بينجح في كل المجالات، فما تجيش لمجرد ان واحد فشل في شغلانة مش شغلانته. ده مش كار جمال علام، كرة القدم مش كار، هو يشوف له شغلانة تانية وارد يبقى ناجح في اي حاجة تانية ويبقى متفوق ومتميز فيها. لكن ما تربطش الموضوع بالعصبية، ان ده عرباوي، ده فلاح، ده صعيدي، ده قاهري، ده مش عارف ايه، لا، بعد اذنك، بعد اذنك. هو فشل مش لانه صعيدي، هو فشل لانه هو دي مش شغلاته ولا دي حتته. كل الاحترام لجمال علام. طيب الناس اللي بتتكلم ان الخرم تونس لما لبس تيشيرت النادي المنافس ان دي الروح الرياضيه، وانتوا زعلانين ليه اهلاويه ومحروقين ليه اهلاويه، ما الخطيب عملها قبل كده، ما الخطيب لبس تيشيرت نادي الزمالك. عايز اقول لك ان وارد جدا ان اي نجم اهلاوي يرتدي تيشيرت الزمالك والعكس، لكن ما تكونش قابض الثمن، ما تكونش رخيص قابض الثمن وتطلع تدعي الفضيله. ايام الخطيب وحسن شحاته والكلام ده كان ما كانش فيه التجاره الرخيصه اللي بتحصل دلوقتي. واحد عشان يشتغل في قناه نادي معين فيطلع يلبس التيشيرت بتاعهم ويقول لك انا اهو عشان الناس ما تزعلش ان انا شغال في القناه، وتركب ترند عشان البرنامج بتاعك اللي هيكون في القناة. ايام الخطيب وحسن شحاتة كانت الاخلاق موجودة، ما كانش بيطلع رئيس نادي يفضل ليل نهار يسب في رئيس النادي الاهلي. اللعيبة كانت بتخلص كورة وتطلع تتعشى مع بعض وتروح في كل حتة مع بعض، ما كانش الجمهور بيقل ادبه على بعض زي دلوقتي. لكن ما يبقاش انت قابض تمن ارتدائك للتيشيرت بتاع النادي المنافس وتطلع تقول لي الاخلاق والحب ومش عارف الروح الرياضيه والكلام ده كله. لا، دي ما اسمهاش اخلاق وروح رياضيه. انت راجل رخيص قبضت تمن التيشيرت اللي انت هتلبسه، فما تطلعش تقول اصل الخطيب قبل كده لبس تيشيرت الاهلي وحسن شحاته لبس تيشيرت الزمالك. عايز اقول لك ان الاتحاد المصري لكره القدم
في ورطة حقيقية. الاتحاد المصري لكرة القدم كل ما يكلمه مدرب مصري عشان يمسك المنتخب الأولمبي يقول لك لا شكرا، كان فيه خلص، ما عادش فيه ثقة. المدربين المصريين مش واثقين في إدارة الاتحاد الحالي. خالد جلال قال لك لا شكرا، انا باخد في البنك الاهلي شيء وشويات، هاجي عندك اخد 100,000 في الشهر ومش مضمونه، مش مضمونه، اخسر ماتش اخسر ماتشين، الاقي جمال علام يطلع يقول في الاعلام وجهنا له الشكر وانا ما اعرفش حاجه زي ما عملته مع الراجل ايهاب جلال. ده انتوا ما احترمتوش ايهاب جلال، ما استنيتوش ايهاب جلال حتى لما يرجع من كوريا. فانا ما اضمنش. يكلموا احمد سامي، احمد سامي يقول لك انا باخد في سيراميكا كليوباترا قد كده، ويوم ما هيقلوا معايا هاخد بالفلوس بتاعتي سيراميك، لكن انتوا يا حسره هاخد منكم ايه؟ خلي بالك الرواتب في المنتخب بالذات المنتخب الاولمبي قليله جدا عن رواتب الانديه. يعني واحد زي احمد سامي مثلا ممكن ياخد له مثلا 400,000 في نادي سيراميكا، هتلاقي في المنتخب ياخد له 150,000، لك شكرا انا قاعد في النادي بتاعي بقبض القبض بتاعي ومرتاح ومتظبط ومفيش اداره تطلع تفضحني في الاعلام. فالقرار الاخير وصلوا له ان كابتن ربيع ياسين، لكن كابتن حازم مش راضي. انا مش عارف يعني، انا معلش مع احترامي الكامل لكابتن حازم امام، يا كابتن حازم لما انا احط ربيع ياسين في كفه هذا النجم الخلوق، الراجل اللي يعني ملوش صوت لكن له شغله مع خالد جلال، ما هي قدرات خالد جلال عشان احطه اصلا في مقارنة مع كابتن ربيع ياسين؟ ايه المقارنة؟ انت بتقارن ايه بايه؟ انت بتقارن فراري بفيات؟ انت بتقارن ايه بايه؟ هل تاريخ ايه؟ ايه تاريخ خالد جلال مع مع المنتخبات؟ معلش يعني ايه تاريخه؟ مفيش منتخب اصلا مسكه قبل كده. الراجل ده جايب بطولة امم افريقيا للشباب في الجزائر، في قلب الجزائر. الراجل ده بيطلع لعيبة من تحت الارض محدش بيسمع عنها حاجة ولا يعرف عنها حاجة، اقسم بالله العلي العظيم الراجل ده خسارة، خسارة يتساب كده، خسارة يتساب كده. واتمنى من النادي الاهلي انه يستفيد من ربيع ياسين. كابتن حازم تدريب منتخب مصر مش محتاج شلالية، مش محتاج اصل ده صاحبي وده حبيبي، اصل ده زملكاوي وده اهلاوي، محتاج اللي شغال ويقدر يدي يتفضل يتفضل. ربيع ياسين ما شاء الله ما شاء الله عمل لك منتخب من لا شيء، وراح جاب لك امم افريقيا في الوقت اللي ما كانش حد اصلا منتظر امم افريقيا دي للناشئين ولا الشباب وقتها في الجزائر، وراح جابها من قلب الجزائر. فانت تيجي النهارده تقول لي لا انا عايز اجيب خالد جلال. خالد جلال مين؟ ايه امكانيات خالد جلال الفنيه عشان تحطه في مقارنه مع ربيع ياسين؟ ايه هي؟ ايه تاريخ خالد جلال بتاعك ده؟ عمل ايه؟ حد يقول لنا يا جماعه. كسب كاس مصر مع معروفة من قديم الأزل، الأهلي بياخد الدوري فنرد الزمالك بكاس مصر معروفة، يعني عملته إيه جديد؟ جاب إيه جديد؟ أنا لو جبت واحد من الشارع مسك الزمالك والأهلي خد الدوري هتلاقي الزمالك خد كاس مصر. ما هياش معضلة يعني، ما هياش حدوتة يعني، لكن الراجل ده له سيرة ذاتية محترمة يكفي أنه كسبان أمم أفريقيا للشباب، لعب كاس عالم للشباب. ايه بقى القيمة بتاعت خالد جلال؟ ما اعرفش. عايز اقول لك ان خالد الغندور متضايق، خالد الغندور الان في حالة من الرعب والقلق الشديدين لدى نادي الزمالك واعلام وجمهور نادي الزمالك. خالد الغندور قال لك صفوف الاهلي مكتملة خمسة و كمان الحكم هيكون اوروبي. لا دي معضلة كبيرة جدا يا جماعة، معضلة كبيرة جدا. الحكم هيكون اوروبي؟ ما الزمالك متعود على الاحتواء، الزمالك متعود على الاحتواء، متعود على حكام عصام احتواء وروح البروتوكول، هم دول الحكام اللي بيروقوا على الزمالك. عشان كده الزمالك عنده حالة من الرعب الشديد. عارف انت كده لما يبقى عندك عيل والولد ده كل السنين بينجح بالغش او بالمساعده، والنبي يا استاذ فلان خلي بالك من الواد، اديله كلمتين طبطب عليه مش عارف ايه، فيجي بقى لما يخش بقى امتحان ثانويه عامه بقى بتاع المصير كله بقى
واخد بالك؟ وبتمنى طبعا اصدقائنا اللي بيتابعونا يدعوا لاخواتنا اللي عندهم امتحانات يوم الاثنين، ربنا يوفقهم يا رب ويكرمهم بالكليات اللي بيتمنوا بيها او يتمنوها. فتيجي بقى تتحط في مشكله، ده جاي له مراقبه من بره ما فيهاش، مش هنعرف نظبطهم. فتلاقي الولد خايف وقلقان. ما انت لو كنت اسست ابنك صح انه ما يعتمدش على الاحتواء كان ابنك ما قلقش. لكن النهارده خالد الغندور قلقان، الزملكاويه قلقانين، ده حكم اسباني، ده الطاقم بالكامل اسباني، يعني ما فهمش حتى واحد في الفار كده من بتوع الاحتواء، لا ما فهمش لا فرحان ولا معروف ولا معلوف ولا مش ما فهمش ما فهمش يا خالد يا غندور. يا نهار ابيض، يعني ممكن الزمالك يشيل 3 4 5 ممكن، وكل ثقه في لعيبه النادي الاهلي ان هم هيشيلوا الزمالك. عايز اقول لك امبارح في حاجه حلوه قوي حصلت في ماتش امبارح ما اتشافتش في الفيديو في الشريط بتاع المباراه، لكن متصور بكاميرات تانية وموجود على السوشيال ميديا. جمهور الاهلي في بدايه الماتش مع وقت اصابه احمد اوفا، اللي هو احمد اوفا اللي هو بتاع احمد امين بتاع استر، الجمهور عمال يشجع اللعيبه، دقوا الزمالك دقوا الزمالك، عارفين طبعا الهتاف الشهير دقوا الزمالك دقوا الزمالك. فالولد طالع متصاب، احمد امين لاعب ايسترن طالع متصاب، ويبدو ان الولد اهلاوي. فالولد يا عيني وهو متشال، احمد امين وهو متشال في عز ما هو مصاب، قال لك دقوا الزمالك، راح هو كمان قال لك دقوا الزمالك دقوا الزمالك. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي اللي في قلب ثلاث ارباع الشعب المصري، اي بقى انتماء بقى، حتى وانت بتلعب في ايسترن بس الاهلي جوه في قلبك. وبالمناسبه احمد امين امبارح كان مموت نفسه قدام النادي الاهلي، كان مموت نفسه عشان ما حدش يطلع يقول اه اهلاوي يبقى كان مفوت الماتش وما رضيش يجيب جون امبارح. لا، هو كان عايز يجيب جون في الاهلي عشان يثبت نفسه كمهاجم ويحقق حلمه في يوم من الايام ان هو ينتقل للنادي الاهلي. خلصت اخبارنا، ما خلصتش حكايتنا، وباذن الله يوم الاحد هندق الزمالك. سلام.